سحبت صباح اليوم قرعة بطولة غرب آسيا لكرة القدم للشباب تحت 19 عاما والتي ستقام في مدينة رام الله الفلسطينية اعتبارا من يوم غد الخميس. وجاء منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جوار فلسطين المضيف والمنتخب القطري، حيث سيخص المنتخب الوطني ونظيره الفلسطيني مباراة الافتتاح عند 7 من مساء يوم غد، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين والعراق والإمارات. وكان المنتخب الوطني قد وصل فلسطين مساء أمس للمشاركة في البطولة بنسختها الأولى، وأجرى المنتخب تدريبه الأول على ملعب فيصل الحسيني الذي سيحتضن مباريات البطولة، وسيجري اليوم تدريبه النهائي قبل مواجهة الافتتاح يوم غد. وبحسب نظام البطولة ستقام مباريات دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول والثاني في كل مجموعة للدور نصف النهائي، ومن ثم الفائز في هذا الدور إلى المباراة النهائية، فيما ستكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع ومباراة أخرى لتحديد المركزين الخامس والسادس. وللحديث أكثر عن قرعة بطولة غرب آسيا ومشاركة المنتخب الوطني ينضم إلينا من مدينة رام الله المدير الفني للمنتخب بلال اللحام. كابتن بلال مساء الخير، بداية نرحب بك في المملكة. المنتخب الوطني الآن إلى جوار فلسطين وقطر، كيف ترى هذه المجموعة؟ يا أهلا بك، تحياتي كابتن مهند. الله أهلا وسهلا. الأمانة بطولة مميزة، وإحنا أول شيء نشكر سمو الأمير علي بن حسين رئيس اتحاد غرب آسيا، وهذا الشكر كان من جميع المنتخبات المشاركة على أنه فتح المجال لبطولة زي هاي الأولى أنها تكون حتى يشارك فيها المنتخبات. ولا ننسى الاتحاد الفلسطيني التنظيم العالي اللي واجهناه والحصاد في ترحيب الجميع. البطولة بالأمانة بالنسبة لنا محطة مهمة جدا ما قبل التصفيات، ونواجه رح نواجه فرق نعم مميزة على الساحة العربية. راح تكون اختبار حقيقي، نعتبره اختبار وبروفة حقيقية ما قبل التصفيات، إنه نواجه فرق مميزة والكل مستعد، يعني زي ما شاهدنا الكل مستعد والكل متحمس للبطولة هاي من خلال المنتخبات المشاركة. كابتن بلال، أنت ذكرت إنه هذه البطولة بنسختها الأولى تعتبر محطة إعداد مهمة للمنتخب قبيل التصفيات الآسيوية في شهر 10 القادم، ولكن كيف ترى حظوظ منتخبنا الوطني بناء على الاستعدادات السابقة؟ احنا يعني كنا حابين ان تكون استعداداتنا افضل من اللي احنا بيه، ولكن احنا دائما حكيت لك قبل حلقات سابقه انه احنا دائما نسعى ان نكون بالقمه. نعم. لذلك احنا البطوله هاي بالنسبه لنا نسعى نكون الواجهه الاماميه بالقمه للبطوله، برغم اي شيء احنا عندنا استعداد ان شاء الله انه نحاول كل ما نقدر ان نصل للواجهه الاماميه للبطوله. نعم. برغم انه ما استعدينا بشكل جيد البطولة هاي، ما بتعرف كنا حابين نكون مستعدين أفضل من هيك، لكن رغم ذلك وضعنا جيد إن شاء يعني الله. لم تستعدوا بشكل جيد من ناحية التدريبات أم من ناحية المباريات الودية ما قبل خوض غمار أي بطولة ودية أو رسمية؟ إحنا ما شاركنا بطولات دولية، لذلك اللاعبين لساتهم يعني شاركوا مباراتين فقط بكل فترة الاستعداد، مباريات دولية اللي هي كانت مع الهند لم تكتمل ومع عمان. لذلك احنا كنا بحاجة حتى لما نفوت مباريات دولية ان نكون عندنا عدد مباريات اكثر حتى اللاعبين يكون عندهم ثقة اعلى شوية. نعم. البطولات فيها. طيب كيف يرى نعم كان استعداد داخلي، كنا استعدادنا جيد، التمرينات متواصلة، ولكن كنا بحاجة لعدد مباريات اكبر حتى ما نبتعد اللاعبين عن الرهبة. تعرف اللاعبين لسه ما دخلوا مباريات معه مباريات كثير. نعم. المنتخبان الأردني والفلسطيني سيخصان شريط افتتاح هذه البطولة، كيف يرى الكابتن بلال المواجهة يوم غد أمام المنتخب الفلسطيني؟ أنا حكيت أن احنا يعني أصبح الآن المؤتمر نحترم المنتخب الفلسطيني المتطور، تعرف الكرة الفلسطينية الآن فيها تطور بها، لذلك احنا راح ندخل على المباراة هدفنا الفوز حتى نقطع شوط كويس بالبطولة. نعم. وخاصة على أرضهم وجمهورهم، طبعا المباراة ما راح تكون سهلة بالنسبة لنا، لأنه تعرف المنتخب الفلسطيني بيلعب على أرضه وبين جمهوره، وحتى أنا شفت إنه راح يكون جماهيرية، مباراة جماهيرية خاصة أنها أول بطولة تقام على الأراضي الفلسطينية.
نعم، بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب الوطني ولكافة الفرق، وأيضا لحسن تنظيم هذه البطولة. المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب الكابتن بلال لحام، شكرا جزيلا لك.